السلام عليكم، أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم متابعي قناة ستارت. كما تشاهدون تشير خرائط الأرصاد الجوية إلى تقدم إعصار مدمر من الدرجة الرابعة باتجاه الفلبين، وتشير الأرصاد إلى أن الإعصار الذي سمي كاموري يصاحبه رياح تزيد سرعتها عن 150 كيلو متر في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة، ومن المحتمل أن تشتد حدة إعصار كاموري خلال الساعات القادمة. وقد دعا مكتب الدفاع المدني في الفلبين المسؤولين المحليين والسكان في شرق البلاد والعاصمة مانيلا شمالي البلاد إلى البدء باتخاذ إجراءات احترازية قبل الإعصار. ومن المتوقع أن يصل الإعصار كاموري إلى الفلبين غدا الأحد، وسوف يتسبب في سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح العاصفة في الوقت الذي سيتم فيه افتتاح دورة ألعاب جنوب شرق آسيا ذات الرياضات المتعددة في العاصمة مانيلا. إذن دعونا نترقب ونرصد لكم بمقاطع الفيديو والخرائط آخر تطورات الإعصار. كونوا دوما معنا لمتابعة كل جديد.